يشدوا انه عم بيصير في عجقة بالمطار لانه في عملية توسعة له، ومن هلا لاخر ايار لتخلص هيدي التوسعه. ولكن سلطات المطار طلبوا من كل المسافرين انه يجوا على المطار قبل بثلاث ساعات من موعد سفرهم. تاني خبر هو عن جوله قام فيها اليوم الرئيس الحريري بطرابلس، واكد فيها انه تقارب مع الشخصيات السياسيه الطرابلسيه منه ضد حدا، وانما هو لمصلحه البلد ولا مصلحه طرابلس. واليوم صار في تكسير مكتب المرشح عمر السيد بمنطقه باب التبانه. ثالث خبر هو ان وزاره الخزانه الامريكيه وضعت اللبناني قاسم شمس على لائحه العقوبات الامريكيه بتهمه تبييض اموال المخدرات وتسهيل نقل الاموال لصالح حزب الله. شمس اكد للال بي سي اي انه هو رح يعين محامي لحتى يتابع الاطر القانونيه لهذا الموضوع بنيويورك.